روما يرفع رصيده الى 38 نقطه. هذا الهدف الاول لروما. نايجولان، صلاح، ثم تعود كره نايجولان، ونايجولان يتمكن من افتتاح النتيجه لفائده روما في الدقيقه 18 من الشوط الاول. ثم في نفس الشوط فروزينوني يتمكن من تعديل النتيجه عن طريق شوخاني في الدقيقة 23، 5 دقائق بعد الهدف الأول من نايجولان. في الشوط الثاني روما كان حريص وأنه يعود في النتيجة. هدف جميل جدا لشعراوي يحقق الهدف الثاني، أول هدف له مع روما، وبداية طيبة بالنسبة لشعراوي بما أنه سجل. ثم تمريرة ولا أروع من فرانشيسكو توتي إلى بيانيتش يحقق الهدف الثالث وينتهي اللقاء بفوز روما على فروزينوني 3-1.